السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نشرح أو سوف نطرح هذا السؤال في الأول، هل 0.99 إلى ما لا نهاية يساوي 1؟ إذا لكي نعرف الإجابة تابعوا الفيديو حتى الأخير. سوف نأخذ A حيث A يساوي 0.99 إلى ما لا نهاية. إذا هنا وضعت ثلاث نقاط، يعني هناك مكان هذه النقاط 99 إلى ما لا نهاية، أي غير منتهي وراء الفاصلة. إذن تذكروا دائما أن هذا العدد غير منتهي وراء الفاصلة، يعني 99 إلى ما لا نهاية، يعني لا يمكن تحديد نهاية هذا العدد، يعني ليس هناك، لن نقول مثلا أن هناك مليار 9، أكثر من مليار وأكثر من أي عدد، يعني ما لا نهاية من 9 وراء الفاصلة. إذن كما قلنا لدينا A يساوي 0.999 إلى ما لا نهاية. إذا قمنا بالضرب A في 10 سوف تعطينا 9.99 إلى ما لا نهاية. إذا قمنا بحساب 10A ناقص A، كما لاحظنا هنا 10A ناقص A سوف تعطينا 9، لأنه هنا وراء الفاصلة 99 إلى ما لا نهاية، وهنا 99 إلى ما لا نهاية. سوف تقول بأن هناك 9 مثلا لم تعد هذه 9 في العدد الأول، لكن كما قلنا فإن هذا العدد غير منتهي وراء الفاصلة، يعني إذا ناقصنا 9 لن ينقص من ما لا نهاية عدد. إذا 10A ناقص A سوف تعطينا 9، فقط يكفي أن تحسب، أنت عملية حسابية بسيطة تعطينا 9. هنا 9 ناقص 9 0، 9 ناقص 9 0، و 9 ناقص 0 9 تعطينا 9. وإذا قمنا بحساب 10A ناقص A تساوي 9A، إذا 9A تساوي 9. إذا قمنا بالقسمة أو بقسمة الطرفين على 9، نقسم الطرف الأول على 9 والطرف الثاني على 9، سوف نحصل في الطرف الأول نختزل ب 9. إذا سوف نختزل ب 9 في الطرف الأول، وفي الطرف الثاني 9 مقسومة على 9 تساوي 1. إذا سوف نحصل على A يساوي 1. إذا في الأخير حصلنا على A يساوي 1، وفي الأول لدينا A يساوي 0.99 إلى ما لا نهاية. إذا 0.99 تساوي 1. إذا كما تلاحظون فهذه المراحل منطقية، ليس هناك مرحلة خاطئة. إذا حصلنا في الأخير على أن 0.99 إلى ما لا نهاية يساوي 1. إذا هذا برهان على أن 0.99 إلى ما لا نهاية يساوي 1. إذا كانت هناك مرحلة خاطئة فضعوها في التعليق، أو إذا كان لديكم أي مشكلة في فهم هذا فضعوه في التعليق. إذا كما ترون فإن جميع المراحل منطقية وليس هناك خطأ. إذا 0.99 إلى ما لا نهاية تساوي 1. إذن المشكل الذي يمكن أن نطرحه هنا هو هل 0.999 إلى ما لا نهاية عدد؟ إذن هو عدد، فإذا قمنا مثلا بقسمة 1 على 3 نحصل على 0.33 إلى ما لا نهاية باستعمال آلة الحاسبة وباستعمال الحاسوب. إذن بطريقة أخرى كما قلت 1 على 3 تساوي 0.33 إلى ما لا نهاية. إذا قمنا بحساب 1 على 3 زائد 1 على 3 زائد 1 على 3 سوف نحصل على 0.333 إلى ما لا نهاية زائد 0.333 زائد 0.333 إلى ما لا نهاية، سوف تعطينا 0.999 إلى ما لا نهاية. وإذا قمنا بحساب 1 على 3 زائد 1 على 3 زائد 1 على 3 سوف نحصل على 3 على 3، نجمع البسط ونحتفظ بالمقام. إذا 3 على 3 تساوي 0.999 إلى ما لا نهاية، و 3 على 3 كما تعلمون تساوي 1. إذا 1 يساوي 0.999 إلى ما لا نهاية. إذا هذا برهان آخر على أن 1 يساوي 0.999 إلى ما لا نهاية. إذا هنا السؤال المطروح، هل حقا 1 يساوي 0.999؟ إن كان 1 يساوي 0.999 فهل يمكن أن نستنتج من خلالها أن 1 يساوي 2 أو أن 2 تساوي 3؟ لا يمكن أن نستنتج هذه النتيجة.
إذا ما يمكن أن نستنتجه هنا هو أن 1 يساوي 0.9999. هناك من يقول بأن هذه النتيجة متعلقة باتصال مجموعات الأعداد الحقيقية، بما أن مجموعات الأعداد الحقيقية متصلة، إذا هنا ذلك الاتصال يكمن في أن بعض الأعداد ملتصقة أو متصلة كما نرى في هذا المثال. وشكرا لكم، ومن لديه أي سؤال أو شيء لم يفهمه في هذا الفيديو فليضعه في التعليق، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب بروف غرناط. وشكرا لكم مرة أخرى، وإلى فيديوهات أخرى ومعلومات جديدة إن شاء الله، وشكرا لكم.